لفيديوهات الشورتس بتاعت اليوتيوب او فيديوهات اللي هي التيك توك اللي هي مدتها يعني ممكن تكون دقيقه او 3 دقائق او ممكن تكون اقل او اكتر كمان. ليه دايما بتنجح وبتجيب مشاهدات اكتر من فيديوهات اليوتيوب اللي هي الطويله اللي احنا متعودين عليها دي؟ حبيت اشارك معاكم السؤال ده ونجاوب عليه في الفيديو ده. انا محمود سامح من برنامج 28 شوت. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي يعني نيجي للسؤال، وهو ليه فيديوهات التيك توك او فيديوهات اليوتيوب اللي هي الشورتس بتجيب مشاهدات ياما وبتكسب كمان وبتنجح؟ ده بسبب دلوقتي ان الناس كتيره دلوقتي مش تحب الفيديوهات اللي هي الطويله، تحب تنجز يعني، تحب الفيديوهات اللي هي القصيره خالص. هتلاقي اي فيديو مدته مثلا 30 ثانيه او 40 ثانيه بيجيب المليون واكتر كمان. وده بسبب الصديق العزيز ان الناس دلوقتي زهقت من الفيديوهات الطويله، بتحب الفيديوهات اللي هي السريعه، تحب تنجز. وكان بداية الفكرة دي هو ميوزيكلي، هو تيك توك دلوقتي. لكن دلوقتي لو دخلت على تيك توك هتلاقي مليان فيديوهات من اوله لاخره، وده اللي ساعد ناس كتير عندها حساب على التيك توك ان الناس لما بتخش وتسجل وتشوف فيديوهاتها بتكسب اكتر. عشان كده صديقي العزيز اهتم دلوقتي بالفيديوهات الشورت. او ممكن يكون الفيديو ده مدته يعني صغيرة خالص، ولكن انا بس دلوقتي بلخص لك الكلام عشان ما تزهقش مني. ودي كانت اجابة السؤال بتاعنا النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ومع السلامة.